مرحبا، كيف تنسف دهونك ووزنك وانت في المنزل؟ تابعوني للاخر. امتنع او خفف من السكر والملح والحلويات والسكريات والمخلل قدر المستطاع. اعمل صيام لمدة 16 ساعة مرتين في الاسبوع، والمسموح فيه شرب الماء والخضروات الخضراء والتفاح والجريفون في الفواكه. استبدل الخبز الابيض بالاسمر، وانصحك بتناول 5 وجبات صغيرة بدلا من وجبة او وجبتين كبيرة. اكثر من شرب الماء، وحاول تشرب كل ساعة كوب من الماء عليه عصرة من الليمون مع تناول خسة او خيارة او جزرة او تفاحة لزيادة الحرق وسد الشهية والمحافظة على البشرة. انصح بتناول طبق من السلطة مع بذر الكتان قبل الوجبة بنصف ساعة، وانصح بشرب كوب من القهوة السادة قبل الوجبة بساعة لسد الشهية وزيادة معدل الحرق. التزم في وجبة الفطور لانها مهمة جدا في زيادة معدل الحرق، وان تحتوي على كمية عالية من البروتين مثل البيض والحليب. بنصحك بتناول ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع زيت النعناع بعد وجبة الغداء لتسهيل الهضم ومنع الامساك وامتصاص نسبة من الدهون. استخدم مكمل اوميجا 3 مرة يوميا لزيادة معدل الايض في الجسم، واستخدم دواء اورني او اوريستات مرة يوميا قبل الوجبة الدهنية لمنع امتصاص نسبة من الدهون في الجسم. عند احساسك بالجوع عليك بالخضروات والفواكه مثل التفاح والجريفون، وعليك بالبوشار، وعليك بالشوفان، وعليك باللبن الرايب مع الشوفان او لبن الرايب او الزبادي مع الردة او النخالة. اشرب مشروبات تساعد على سد الشهية وتسريع من معدل تمثيل غذائي بالجسم 2 أو 3 مرات يوميا مثل الشاي الاخضر، الزنجبيل، القرفة، الكمون والليمون، الشمر. لزيادة معدل الحرق بنصحك بتناول اخر وجبة الساعة 7 مساء او الساعة 8 مساء بالكتير، ويفضل عدم السهر قدر المستطاع والنوم نوم كافي من 7 إلى 9 ساعات يوميا، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة 1/4 ساعة. مارس رياضة المنزلية مثل نط الحبل او المشي او الرقص او طلوع ونزول السلم او الدرج لمدة 20 دقيقة يوميا. مارس تمارين التنفس العميقة مع كتم النفس لعدة ثواني 10 مرات يوميا، يساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم. الطريقة: ناخد نفس من الأنف نفضل من التم. أنصحك بعمل تمارين شفط البطن للداخل مع كتم النفس لعدة ثواني 6 مرات يوميا، يساعدك على التخلص من الدهون وشد العضلات البطن. راح أعطيكم بعض التمارين المنزلية التي تساعد على زيادة الحرق وشد الجسم. كل تمرين نعمله 25 مرة أو 25 عدي بهذا الشكل: 1 2 1 2 25 25. التمرين الثاني: 25 تمرين 25 25. خمسة وعشرين. سكوات 25
نار. خمسة وعشرين. وأخيرا ادعمني الإعجاب ولا تنسى مشاركة الفيديو تعم الفايدة والمتابعة والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. دمتم بصحة وعافية.